كأس العالم مونديال قطر مع أفراح ريمة يزداد جمالا وتعلقا. وها هم ضيوف الشيخ حيدر حسن الجبور وإخوانه في عرسه الجماعي، يشاهدون كأس العالم مونديال قطر 2022 مباراة البرازيل وكرواتيا. ألف 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 مبروك لنجوم ريمة لأبناء الشيخ حيدر حسن الجبول وإخوانه، ودام الله السرور وبارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم وبين أزواجهم على خير وفي خير. مع تحيات أبو مالك عبد الكريم محفل.